مساء الفل على حبايبي، سنة تانية، أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي إحنا عايزين نكمل قاعدة اللي هي الفيوتشر بيرفكت، تمام، اللي هو المستقبل التام. معنى المستقبل التام يعني حاجة هتكون حصلت وانتهت قبل وقت معين. يعني أقول لك أجي لك بكرة الساعة 8 ولا 7، تقول لي لا خليها بكرة الساعة 8 عشان أكون will have finished my homework، عشان أكون خلصت واجباتي. يبقى will have finished، أكون خلصت كل واجباتي على الساعة 8، تمام كده؟ يبقى will have finished. طيب number one، my brother dash from the university by the end of next July، هيكون اتخرج، يبقى will have graduated. طيب that task before the manager arrives، قبل ما يوصل المدير. before على الناحية اليمين أو بعدها يعني بيكون مضارع بسيط، وعلى الناحية الشمال بيكون أي شكل من أشكال المستقبل، تمام. فبيقول له المفروض will you have done، هل هتكون خلصت كل اللي معاك قبل ما يوصل المدير؟ لأن before دي منها كذا نسخة، في نسخة اللي هي وراها مضارع بسيط وقبلها مضارع وقبلها مستقبل، في نسخة تاني بعدها ماضي بسيط وقبلها ماضي تام. ففي حاجات كده تخلي بالك منها. by the end of next year the government، قبل ما تخلص السنة الجاية هتكون ايه بقى؟ will have modernized. modernized يعني عملت او طورت المستشفى بتاعت المدينة بتاعتنا. by the time my father dash back home from London، قبل ما يوصل بابا من لندن. ما هي by the time هي نفسها زي before، أداة ربط، يبقى مضارع بسيط عشان النص التاني في كلمة will have وتصريف تالت، يبقى عايزين الناحية الأولى مضارع بسيط، يبقى comes. ماشي. I think we dash the task before the end of the next week، we'll need more time، يبقى will have finished. will have finished، تمام، نكون خلصنا قبل نهاية الأسبوع اللي جاي. ماشي. after saving up a lot of money I think I dash a new car before the end of the next month، بعد ما حوشنا كثير من الفلوس I think we will have had new car، هيبقى عندنا عربية جديدة قبل نهاية الشهر الجاي، ما احنا معانا الفلوس. طيب the government dash more and more schools by next year، يبقى the government هتبقى أكيد هتكون بنت يعني will have built مدارس كتير قبل نهاية السنة الجاية. don't worry I'll be awake when you come، هكون صاحي لما أنت تيجي. dash to bed before 10، يبقى أنا مش هروح أنام قبل 8. I won't have gone to bed before 10، ما تقلقش أنا هكون صاحي. won't مش يعني will not مش will have gone، تمام، يبقى I won't go to work before 10، تمام. معلش عاوز ارجع رقم 5 كده لحظة واحدة. هي هنا بيقول لك I think we dash this task before the end of the next week we will need more time، محتاجين وقت اكتر، يبقى won't have finished. معلش دي عدت عليا. طيب يبقى دي بلاش منها وخلينا في التاني، تمام. ماشي نكمل. ماشي. داش لحظة واحدة. ناين داش I dash revision work before I sit for the next month for the next exam، يبقى هكون خلصت المراجعة قبل نهاية قبل ما يجي الامتحان يعني إن شاء الله. will have done revision. the problem of food shortage dash solved by the end of decade، في نهاية العقد اللي احنا فيه ده، يبقى might have been solved، ده مبني المجهول يعني احتمال المشكلة تكون اتحلت. number 11 come to house at 8 o'clock because I dash my school project by then، هكون خلصت يعني will have finished my school project، ما بيقول له تعالى على الساعة 8 كده كويس. by the time she's 50 she will have lived، هتكون لما يجي يبقى عمرها 50 سنة هتكون عاشت في القرية دي نص حياتها. طيب
زي دايس ضروف باي تيوزداي برضه نفس الحكاية، يكون خلص السقف قبل ما يجي يوم التلات. I'll in fortnight. In fortnight time. Fortnight يعني 2 weeks، أسبوعين. في خلال أسبوعين fortnight time we dash an exam، يبقى will have taken. I'll still be here next summer. But Tom، أكيد Tom طبعا إيه، but Tom will have left. أنا هكون هنا لكن أكيد في الوقت ده الصيف الجاي هيكون Tom مشي. We will have taken the test by June. طالما في كلمة will have taken مضارع مستقبل تام، يبقى قبل نهاية، قبل ما يجي شهر يونيو. طيب you are late. The film already، أكيد الفيلم بدأ. Have started. Will already have started. تمام. Hurry up the cement اللي هو الأسمنت before we get all poured. قبل ما يقع كله. يبقى the cement will have hardened، هيتصلب او يتجمد قبل ما احنا نصبه كله، يعني اسرع شويه عشان الاسمنت ما يتجمدش وهو في الخلاط الكبير ده. طيب phone me after 8 tomorrow I dash dinner، اتصل بيا بعد 8 اكون خلصت اكل. will have finished. hopefully he dash job by the end of the year، ان شاء الله كده بنسبة 99% او 100% will have found ان شاء الله. hopefully املا يعني ان يتلقى وظيفة قبل نهاية السنة. when the next tourist goes to into the museum 1000 tourists، هيكون عدى كده ايه بنهاية يعني دلوقتي 999، يبقى اللي جاي ده 999 اللي جاي ده هيكون 1000 بقى، اللي هو التورست رقم 1000 بس لما يجي ان شاء الله يعني. will have visited this at this year، هيكون زار المتحف ده 1000 سائح. next year they dash for 20 years، يبقى will have been married، لأن married هنا تعتبر صفة. تمام. I want to have done all my homework you get home، أكيد طبعا before أو at the time by the time يعني A و C هما الاثنين واحد، يعني هكونش خلصت ما هكونش خلصت الواجب بتاعي قبل ما سيادتك تيجي البيت. 3 hours from now the office will be empty everyone، اكيد طبعا هيكون روح البيت will have gone home. if you drink like this by midnight you will، اكيد لو انت بتشرب كده يبقى will have drink، لا مش will have drink، يبقى will have drunk، تصريف تالت will have drunk. تمام. gallon of tea يعني تقريبا جردل شاي. by the time you come we، اكيد النص التاني مضارع بسيط او مضارع تام، يعني مفيش مضارع بسيط هنا، خلاص هنعمل ايه، نختار مضارع تام، يبقى we by the time، لا هنا by the time دي عايزة مستقبل تام مش مضارع تام، انا بحكي لو كانت في جملتين يعني بدل هنا come هتبقى have come، ده انا بقصد دي. طيب خلينا في الجملة التانية طبعا اللي هي المستقبل، يبقى will have finished. طيب by 4 o'clock I dash this book، يبقى قبل الساعة 4 I will have read this book will have read. they will dash by tomorrow will have arrived، هيكونوا وصلوا قبل بكرة. in a year's time يعني خلال سنة، خلال سنة يعني قبل ما تخلص السنة يعني I will have taken، هكون أخذت خطوات جادة تجاه تحقيق أهداف. by the time Ali comes we dash waiting for half an hour، يبقى لما يجي علي هيكون بقالنا يجي نص ساعة، يبقى will have been waiting. خلي بالك will have been waiting تختلف عن will be waiting. will be waiting ده معناها حدد الساعة اللي هيجي فيها علي عشان أقول إيه، هنبقى منتظرينك الساعة 8، هنبقى منتظرينك، لكن احنا دلوقتي قاعدين من 7:30 ل 8 والباشا لسه ما جاش، فاحنا بنقول لو جت الساعة 8 ده هيبقى احنا لينا نص ساعة مستنيين ولسه ما جاش. تمام. By the time the nurse comes she will have taken all the patient's temperature، يبقى لما تيجي الممرضة يبقى خلصت شغلها. وايه هو شغلها؟ ان هي تكون خلصت كل ايه
كل ال الدرجات اللي يعني خدت قاست حرارة المرضى كلهم. By the end of the month I will dash the book. I will have finished. will have finished يعني هكون انجزت او خلصت ايه الكتاب. I think all her activities dash by 7 o'clock this evening. طالما بدأ بغير عاقل يبقى غالبا ده مبني المجهول. يبقى will have been done. will have been done عشان مبني المجهول. The secretary dash all the letters الجوابات by 12 o'clock. يبقى will have typed. أكيد السكرتيرية هتكون كتبت أو خلصت. will have typed. Tamer dash his homework by the time his mother gets home. يبقى تامر will have finished homework. هيكون خلص كل الواجبات لما مامته تيجي. ماشي. she dash ready by the time they leave the house. by the time بعدها مضارع بسيط او مضارع تاء لكن قبلها مستقبل. يبقى will have got ready by the time. I dash into the next office by the end of the of this month. يبقى I will have moved. يكون رحت للمكتب الجديد. By 10 o'clock they will have been walking. هيبقى ليهم كده 24 ساعة بيمشوا. They dash a new factory in this area by the end of 2030. يبقى أكيد زي عاقل. يبقى will have built. طيب. In 2030 أكيد I will have been a teacher. هيبقى لي مدرس لي 20 سنة. He dash sick for 6 days tomorrow. يبقى will have been sick. ليه سادس يوم بكرة. لو جاء بكرة يبقى سادس يوم هو عيان. غير عاقل. a new bridge. a new bridge يبقى will have been built. هيتبني. قبل ما بواسطة الحكومة بنهاية السنة الحالية. at the end of this month في نهاية الشهر ده يبقى they will have been in this house. ليهم في البيت ده حوالي سنة. next month I will have worked for a company for six years. يبقى will have worked هكون اشتغلت في الشركة دي اللي هي 6 سنين. I dash my exams until next Sunday. يبقى I will have finished. أنا هكون خلصت. I have finished my exams. هكون خلصت كل امتحاناتي لغاية يوم الاثنين الجاي. طيب. In one year في خلال سنة I will have improved my English enough. هكون يعني حسنت الإنجليزي بتاعي بشكل كويس علشان أقدر longer conversation with someone. عشان أكون في أقدر أجري محادثة مع أطول مع شخص ما. طيب يلا نشوف الترجمة الاختيار كده. يلا فكروا في الأولى كده. تمام. الأخيرة. ماشي صح. تمام. فكر في الثانية. ب. ماشي. تمام. يلا فكر في الثالثة. ج. ماشي الحال. فكر في الرابعة. س. تمام. فكر في الخامسة. الأولى. تمام. فكر في السادسة. يلا الأولى برضو. تمام. ماشي. شوف الاختيار. تيست يونت 8. There were buses that dash the two villages not only each other but also with the city. مش بس بيربط القريتين ببعض بس بيربط كمان القريتين بالمدينة. يبقى connected. connected يوصل ده على ده. I'll have finished my study in 2 years time. دايما لما يكون جامع حط ابوستروفي في الاخر. خلي لو اس ابوستروفي. اس ابوستروفي. The divorce rate معدل الطلاق has dashed since the 1980s. يبقى has risen. لان risen ما فيش بعدها. يعني هي تصريف تالت من روز. وفي نفس الوقت ما فيش بعدها مفعول به. فهي ارتفع او زاد. risen. She dashed her talk
to answer the bell عشان ترد على الجرس يعني او تفتح الباب يبقى interrupted. interrupted يعني قاطعت قطعت يعني الحوار بتاعها او الحديث بتاعها. practice the best way to dash your French عشان تحسن اللغة بتاعتك improve your French. الاهلي bank clients can access their accounts through the electric اكيد خلال نظام يعني الكتروني electric system لان discipline معناها انضباط ملهاش دعوة وستايل اسلوب حياة او اسلوب كتابة ملهاش دعوة. by 11 o'clock she will dash the shopping يبقى قبل ما تيجي الساعة 11 she will have done. by the end of the year I will have caught هيكون بقى لي اخدت قصدي او يعني 4 أو 5 نزلات برد. by dinner time we will have finished I dash by 20:25 يبقى I و أكيد قبل ما يبقى قبل 2025 يبقى will have retired هكون تقاعدت يعني ما retired ده فعل لازم مش متعدد will have retired ملوش مفعول به. you will have finished your project by the end of this year of this term بنهاية السنة دي يعني ما ينفعش أقول by the time the end of this term لا. I think they dash finished all their homework before school starts tomorrow يبقى they shouldn't have finished أو should have finished فين should أو won't have finished. طب يعني نختار ايه يعني نفهم الجملة كل واجباتهم قبل ما المدرسة تبدأ بكرة اعتقد ان هم مش هيلحق يخلص كل واجباتهم يبقى won't have finished تمام. احنا لازم نفهم الجملة يا شباب. we dash all of this television series by the end of the weekend يبقى we won't have been watched لا won't have watched مش هنكون خلصنا كل ايه كل البرامج التلفزيون مسلسلات التلفزيون. how much dash on your project in 2 months time in 2 months time اهي اس ابوستروفي عشان جمع يبقى how much ده سؤال على فكرة يبقى فعل مساعد وفاعل وفعل أساسي اهو will you have done in 5 years I will have started will have started تمام ماشي لغاية كده الدنيا تمام. تعال نشوف الريدنج. are we underestimating what robots can do هل احنا بنستخف او بنقلل من شأن underestimating يعني نقلل من شأن ما يقوم به الانسان الالي. in some cases في بعض الحالات they already perform better than doctors diagnosing illnesses احيانا بيشخصوا بعض الامراض احسن من الدكاترة بس بيقول in some cases مش دايما يعني في بعض الحالات يعني. طيب also some patients might feel more comfortable sharing personal information with the machine than a person بيقول لك ان برضو ان انا اشارك بيانات الشخصية واسرار الشخصية مع آلة احسن ما اشاركها مع شخص حتى الواحد مش هيحس بالخوف منه يعني او الاحراج. could there be a place for robot in education after all هل ليه مكان في التعليم عندنا. some education experts think so بيعتقد ذلك بعض الخبراء. they predict robots will do the main job of transferring information and teachers will be like assistants يعني هم هيقوموا بعض الخبراء بيقولوا او بيتنبؤوا ان الروبوتس هيكون الانسان هو اللي ليه 90% من الموضوع ومجرد التيتشرز بس اسيستنت مساعدين ليه. intelligent robots will read students faces movements هتقرا حركات الروبوت يعني يقدر يقرا حركات التلاميذ واشكالهم. then they will adapt the information to each student وهيبدا يعلم كل طفل بطريقته. It is not a popular opinion and it's unlikely robots will ever have empathy and the ability to really connect with humans like another human can.
لكن في نفس الوقت ما عندهوش ما سبقش ان في روبوت من الروبوتس عنده الاحساس يعني امباثي او التعاطف مع الـ 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 او الحنيه او العطف زي اللي بيحس بيه الانسان، لان ده آلة. One thing is certain though، مع ذلك في حاجه واثقين منها، a robot teacher is better than no teacher at all. يعني على الاقل حتى روبوت تيتشر احسن ما يكون ايه نو تيتشر، يعني احسن ما يكون ما فيش مدرس خالص. بيقول لك in some parts of the world there aren't enough teachers and 9 to 60% of children under the age of 14 don't go to school. في بعض الدول بيقول لك من 9 ل 16% الاطفال اللي هناك اللي يعني سنهم تحت 14 ما بيروحوش مدرسه اصلا. That problem could be partly solved with by robots. ممكن تتحل جزئيا او نسبيا بواسطه ايه الروبوتس. They can teach anywhere and won't get stressed or tired. لا هيتعبوا ولا هيحسوا بضغط. And move somewhere from easier, higher paid job. في نفس الوقت هيتحرك من مكان لمكان بسهولة ومش هياخد مرتب كبير. Those negative aspects of teaching are sometimes everywhere, everyone agrees on. في ناس بتوافق على الكلام، لكن مش كله يعني. Teachers all over the world are leaving because it is a difficult job. And they feel overworked. معظم الناس بتسيب مهنة التدريس عشان بيقول لك ان هو ايه مهنة شاقة يعني overworked. Perhaps the question is not will robots replace teachers, but السؤال بقى هيكون ايه، مش هل الروبوت هيستبدل المدرس، لا السؤال هيكون كده هو. How can robots help teachers؟ ازاي الروبوت يساعد المدرس؟ Teachers waste a lot of time doing non-teaching work. المدرس بيقوم ببعض الحاجات اللي هي مش تدريس لكن بتضيع وقت، including more than 11 hours of week marking homework. marking هنا بيصحح الواجبات، وده بياخد وقت طويل وهو مش بيدرس حد. تمام؟ اوكي. بعد كده بيقول لك if robots could cut the time teachers spend marking homework and writing reports, teachers would have more time and energy for the parts of the job humans do best. في الحالة دي لو الروبوتس قدر يساعده في حاجات هيساعد فيها الطلبة أكتر وبشكل احترافي أكثر. طيب. Number one, robots are dash at diagnosing تشخيص illnesses than doctors. دايما أحسن ولا عمره ما يكون أحسن ولا أحيانا أحسن ولا never. لا هي أحيانا يعني sometimes better. طيب. According to the passage, one advantage of robot teachers is that إيه الميزة بقى بتاعت الروبوت تيتشر؟ إن هما they don't need to rest، مش محتاجين يرتاحوا. Some experts think that teachers in the future will إيه بقى؟ بعض الخبراء بيقولوا في المستقبل هيعمل إيه بقى؟ اللي هي الروبوتس يعني اكسبيرتس في مجرد بس يعمل التيتشر. تمام. help the robots in class، هيساعد الروبوت في الفصل. ده هما بيقولوا كده يعني، بعض الخبراء بيقولوا كده لكن هو مش عارفين يعني جايز او جايز لا. طيب. number 4 which of the following is true، which of the following is true statement، مين في دول جملة صحيحة. تمام. B some people prefer robots to doctors. خلي بالك حرف الجر اللي بيجي مع prefer اسمه to وليس than. تمام. لان prefer اسم وراها اسم وto وراها اسم يعني. طيب بيفضل الروبوتس احسن من الدكتورز. طيب robots will probably never، عمرها ما هتقدر تعمل ايه بقى، ايوه have human understanding of emotions، مش هتحس بالمشاعر لانها آلة. number 6 robots can help improve teaching. robots can help improve teaching، هتساعد في تحسين التعليم. تمام. number 7 have a shortage of teachers. have a shortage of teachers اللي هو بيقول لك some parts of the world فيها نقص في المدرسين. طيب robot assistants could help teachers by ايه بقى؟ transferring information، ينقل له بعض المعلومات. تمام.
لان اللي هنا marking homework and writing reports دي من دور المدرس اهو. بيقول لك اهو if robots could cut the time teachers spend in marking and writing reports. لا اسف، يبقى هنا هتبقى العكس بقى. ده هنا بقى marking homework and writing reports، ده لو صححت الواجبات وكتب التقارير. تمام، يبقى كده صح كده. ماشي، تعال نشوف اللي بعده. اختياري صح، الأخيرة تبقى القطاع الخاص. ماشي، اللي بعده سي. تمام، طيب قلت لكم وهفضل اقول لكم اكتبوا لي اساي عن اي موضوع يعجبك علشان خاطر نشوف ايه الاخطاء ونناقشها مع بعض. ما تكتبش اسمك، مش عايز اسمه خالص، انا عايز اشوف ايه الاخطاء وازاي نحاول نستخرج الاخطاء بتاعتنا من الاساي. تمام، ما تنسوش ابعتوا لي على جروب التليجرام على طول، والبي دي اف ده هتلاقيه على جروب التليجرام، والرابط هتلاقيه تحت في الوصف على طول. اول ما تخلص تفتح الفيديو بتاع الوصف ده على طول هتلاقيه. تمام، يلا اشوفكم على خير باذن الله، مع السلامه.